سيبك ايه، عمل لي في المحضر بتاعي 11 بند، انا بياع، معمول لي قطع طريق، معمول لي تحرش، معمول لي بلطجه، معمول لي ارهاب، كل دوت عشان عايز اكل عيش. يا فندم يا استاذ محمد بيه، انا عندي بنتي في ثالثه حقوق، وابني في ثانيه هندسه، والثالث في خمسه سياحه وفنادق، ماليش اي مصدر رزق غير لهم تعيشي ان انا بياع. يتعمل لي ازاي 11 بند في المحضر بتاعي؟ قال لي هات بطاقتك، قلت له اتفضل، ما عملتش اي مناوشات، ما اتكلمتش، ما فتحتش بوقي، اروح النيابه، النيابه تبيتني، وارجع تاني، واروح النيابه تاني، واترمي تاني، ويصوروني، وقفوني كده قدام المسجلين واتصور عشان باكل عيش؟ ده عدل ربنا؟ اسم الظابط علي العزب، ثلاث ظباط عملوا حفل علينا احنا خمس بياعين. اسم ناس بكيه. ظابط اسمه علي العزب اللي عمل عليا الحفله. فانا عايز حل يا محمد بيه، يا استاذ محمد انا عايز حل. انا بياع عايز اكل عيش. عايز اعيش، ماليش دعوه باي سياسه، انا ما بروحش اي انتخابات. انا بياع يا جماعه حسوا بينا، احنا تعبانين ومذبوحين والله مذبوحين.